بس وانت مع الوقت ما بتسرح. سوري انا اسف يا جماعه، اللي اتكسرت دي ب 20 جنيه. هي يو، ما كان في اكتر من 10000 منتج اي حاجه جوه ب 20 جنيه، فيلا بينا نشوف الحوار ده. قدام محطة مترو كلية البنات مكان اسمه مومنتو، بيبيع أي حاجة بعشرين جنيه. أول ما تدخل هتاخد باسكت. شوية أفشخانات إيه يا ديكور وديكوري. تعال نخش على قسم عيد الميلاد. وخلي بالك أنت بتشتري إيه عشان هتلاقي نفسك بترمي فيه أي حاجة. دي بقى البتاعة المفضلة ليا دي. بص لما بتيجي تضربها كده بتا... سوري انا اسف يا جماعة. ثلاث سكاكين. اقول لك الثلاث سكاكين دول بكام؟ ماشي. والسكاكين اللي جنبها اي حاجة في المحل ب20. وهتلاقيهم موقفين ناس لابسين اخضر عشان تسألهم هو ده بكام. ده بقى القسم المفضل لقلبي، قسم الاطفال. مضرب النسكافيه بقول لك يا بكام ده؟ ب 20 جنيه. مضرب النسكافيه ب 20 جنيه. فيها الرست البطاطس، في بلاستيك، جهاز الكولا، بتحط الكولا هنا ولا مش عارف بتحط ازاي، بس جهاز الكولا ب 20 جنيه. حط الموبايل هنا واي حاجه انت عايز تتسلى فيها بقى. يعني احط الموبايل هنا وده اللب وده اللب وده القش. دي 20. دي بقى ايه؟ للبيض. بتعمل لك شكل البيضه كده، وفي بقى اشكال كتير. ده المفروض تلج، يعني بتحطه في الفريزر، بعد كده بتحطه تلج تاني، بعد كده تغسله وتحطه في الفريزر تاني. يعني تلج على اشكال بقى والوان ومش عارف ايه. اكيد ب 20 مش اسهل. ده بقى ايه؟ قسم الشرابات. الشرابين ب 20 جنيه. استنى، مش دي البتاع دي اللي بتسلك الحوض صح؟ دي جامده دي، اجيبها للحوض ب 20 برضه. بص يالا لقيت ايه يالا. اكس او. ودي باسكت اهو، باسكت اقلام. من الاخر كل حاجه هناك ب 20 جنيه، وهتلاقي اكتر من قطعه للحاجات اللي سعرها اقل من 20 جنيه، وهتلاقي كل المستلزمات والاختراعات وحاجات كتير في جميع الاقسام، وتقدر تشوبنج براحتك ومش هتحس بالوقت جوه. الفكره ان انا من صباحه ربنا عمال شوبنج، بس وانت مع الوقت ما بتسرح. اللي اتكسرت دي ب 20 جنيه. وهتلاقي مكان للامانات عشان لو عايز تحط فيه شنطتك او حاجه، وبعد ما تخلص هتروح للكاشير عشان تحاسب. فاعتقد انه مكان حلو لاي حد عايز يجدد او يجهز شقته. فاشوفك في الفيديو الجاي. هب هب ايه هب هب ايه.